أحسن الله إليكم. السائلة ميم عين من الدمام تقول إن الدين الإسلامي يحث على العلم وطلب المعرفة، فهل العلم موجه للرجل فقط أم للرجل والمرأة؟ وإن كان للرجل والمرأة فكيف ينطبق ذلك على المرأة فتتعلم وتنشر العلم الذي تعلمته وهي قارة في منزلها؟ وأيضا في قطيعة الرحم آثام لا تخفى، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والمرأة تدخل في الأمر بالصلة بالرحم، فكيف ينطبق يقوم لها الصلة مع استقرارها في منزلها؟ وهل تذهب تصل رحمها ولو كانت غير قادرة؟ وإذا كانت لم تستطع لأن زوجها حبسها في المنزل، فهل تكفي المكالمة؟ أفتونا في هذه الأمور جزاكم الله خيرا. أما عن المسألة الأولى وهي تعلم العلم النافع، فهو مطلوب من الرجل ومن المرأة، كل منهم يتعلم ما يستطيع من العلم النافع، ولا سيما العلم الذي لا يستقيم دينه إلا به، من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه. لا بد أن يتعلم المسلم ما يعرف به أداء هذه العبادات العظيمة على الوجه المشروع. هذا قدر لا بد من تعلمه في حق الجنسين الذكور والإناث، وما زاد عن ذلك فهو بحسب استطاعة الإنسان. على كل حال، فالمرأة مطلوب منها أن تتعلم كما يطلب من الرجل أن يتعلم، ولكنها تتعلم في حدود ما تستطيع وفي حدود ما يبقي على كرامتها وصيانتها. وأما عن السؤال الثاني فإنها تصل رحمها حسب الاستطاعة، حسب ما تستطيع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.